حياكم الله مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي برنامج سيدتي. كالعاده عندنا فقرات متنوعه وضيوف مميزين، وتتابعوا معنا جوله سريعه على اخر الاخبار المتداوله. يسعد مساك ندى. يسعد مساك يا رؤى، واهلا فيكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم اليومي المميز برنامج سيدتي. اذا ندى خلينا نطلع مع مشاهدينا ونشوف ابرز عناوين حلقتنا لليوم. تكنيك السعادة وما هي أهم القواعد لتصبح شخص سعيد. أما في فقرتنا الفنية، الفنان عبد العزيز الطيار يطرب استوديو سيدتي. وأيضا مشاهدينا رح نناقش أحدث الإجراءات التجميلية لمنطقة الصدر. تخفيض استخدام الورق في المملكة بنسبة 86%، فما هي طرق إعادة التدوير والحد من الاستهلاك؟ في بداية جولتنا الإخبارية، استعرضت وزارة الحج على صفحتها الرسمية عبر تطبيق إكس مزايا تأشيرة المرور للزيارة للقادمين إلى المملكة جوا، وأكدت على أن التأشيرة لها الكثير من المزايا، ومن أهمها إمكانية أداء نسك العمرة وزيارة المسجد النبوي، وتصدر مجانا وبشكل مباشر عند الحجز عبر الخطوط السعودية أو طيران ناس، وأنها صالحة لغاية 90 يوم وتتيح الإقامة لمدة 4 أيام. جميل أنه دائما الجهات المعنية صارت تهتم كيف تنتشر أكثر وتوصل معلوماتها أكثر، فمجرد ما هي تستخدم منصاتها الرسمية لكل أحد حابب يستفسر عن أي معلومة عن القواعد عن القوانين والأنظمة وغيرها، إلا ما نلاقيهم بيجاوبوا بشكل سريع مع كل الناس اللي عندهم أسئلة مختلفة. الجميل في الموضوع لما نجي نقول سهولة الإجراءات أو سهولة المعاملات اللي بتصير، فالله يديهم على هذه المبادرة اللي تعتبر فعلا رائعة. أكيد هذا الشيء راح ييسر أيضا الزوار أنهم يأتون المملكة العربية السعودية، وأيضا يسهلهم التنقل بين مدن المملكة، وهذا الشيء طبعا فوري ومجاني أيضا. ويا هلا بالزوار كلهم اللي جايين سواء سياحة أو حتى بزنس أو حتى للجانب الديني اللي هو العمرة والحج وغيره. مشاهدينا خلينا نطلع على خبر آخر. أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن زيادة مساحات الغطاء النباتي في منطقة مكة المكرمة بنسبة بلغت 600% خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، وذلك بسبب الحالة المطرية في هذه الفترة. مشاهدينا خلينا نطلع على هذا المقطع ونرجع لكم. طبعا هذه مبادرة اللي هو السعودية الخضراء تشجير المملكة العربية السعودية، والمملكة دائما يعني تكون ضد التصحر او حتى الجفاف. هذا من ناحية ثانية، ونتكلم كمان يا ندى من الناحية الطبيعية. يمكن لاحظنا في السنوات الأخيرة كيف دائما في فصل الشتاء لما يكون في أمطار بهذه الطريقة، طرق السفر بحد ذاتها لما تطالع يمين ويسار يقول يا الله كيف يعني عندنا نباتات أكثر من رائعة. تعرفي حتى في مثلا بعض الزهور الملونة بتظهر بتطلع عندنا بشكل طبيعي. فعليا لما كنا قاعدين نتفرج على الفيديو بنقول ما كأنها في السعودية،
متعودين انه دائما احنا مثلا ارضنا صحراويه بطبيعه الحال، لكن سبحان الله يعني جمال الخضار اللي قاعدين نشوف قديش اصلا يعكس على الشعور النفسي، على المنظر الجمالي، على كثير من الاشياء الجميله. ومكه تحديدا يعني ربما عشان فيها سفوح جبليه كثير فالفيديو كان اكثر من رائع. صحيح مثل ما قلتي رؤى. مشاهدينا خلينا نطلع للخبر الآخر. كشفت دراسة بعنوان التجارة المستدامة 2023 خلال مؤتمر الأطراف احتل فيها المستهلكون في السعودية الصدارة في تقليل استهلاك الورق، حيث نجحت المملكة في خفض استخدام الورق بنسبة 86% متجاوزة المعدل الوسطي لدول مجلس التعاون الخليجي. بالتأكيد تعتبر دلالة على مؤشر قوي وجيد في ارتفاع وعي السعوديين في الحفاظ على البيئة، وراح نناقش تفاصيل هذه الدراسة أكثر عبر السكايب مع الدكتور علي عشقي خبير متخصص بشؤون البيئة. أهلا وسهلا فيك دكتور علي. بالبداية دكتور علي، ممكن تناقشنا أكثر عن هذه الدراسة وإيش أبرز النقاط اللي ذكرت فيها؟ والله حقيقة يعني موضوع نشوف مؤتمر الأطراف 28 في دبي، يعني خرج تغطية حقت اللي هي اتهام غاز ثاني الكربون في زيادة الاحتباس الحراري ورفع درجة حرارة الغلاف الجوي. المرة هذه لا، المرة هذه اتجهوا شيء ثاني ولاحظوا جدا خطورة تصنيع الأوراق. الورق انا اعتبرها من الصناعات الخطيره جدا على جميع النصب البيئيه، سواء كانت الارضيه او البحريه او الجويه. المملكه حقيقه يعني ادركت خطوره هذا التلوث، فاتجهت الى اتجاه الى الاداره الالكترونيه. بعد ان احنا اصبحنا في المملكه لله الحمد حتى كل الايميلات الى البريد الالكتروني يعتبر يعني اعتمدوا طريقه معتمده عند الجهات المعنيه. وهذا حقيقه يعني النفايات المنزليه من 10 او 15 سنه كانت تحتمل اكثر من 30% منها الورق. فالحين لما تشوف مستوى في النفايات المنزليه عندنا في المنطقه السعوديه انخفض الى اقل من 10% من الاوراق. وهذا يعني تجي الاتجاه للريسايكلينج عدم تدوير الورق، والشيء الثاني الاعتماد على الاداره الالكترونيه. نعم. يعمر الاداره. طيب دكتور علي، يعني بالحديث عن مؤتمر كوب 28 يعني كثير بيهتموا بموضوع البيئه، ولكن لو تذكر لنا بتفاصيل اكثر كيف راح يؤثر على البيئه والمناخ موضوع تقليل استهلاك الورق. وشوفي الشجره يعني زي ما نقول احنا دائما انه انت لما تطبعي ورقه على الطابعه حقتك. نعم. انت بتساهمي في قطع الشجره في مكان ما في العالم. الشجره لها فوائد كثيره جدا، الشجره هي اللي بتعطينا الاكسجين وهي اللي بتاخذ ثاني اكسيد الكربون. يعني غذائها الرئيسي هو كله على ثاني اكسيد الكربون. واحنا في الغالب نشتكي من ذلك نقطع ثاني اكسيد الكربون. طيب احنا لما نقطع الاشجار مين اللي يقوم بامتصاص ثاني اكسيد الكربون من غلاف الجو؟ اذا النباتات. اذا ليه احنا على النباتات؟ وليه ما نتجه الاداره الالكترونيه في الاوراق؟ وليه ما نحاول نعمل ريسايكلينج؟ انت عارف واحد قطعه ورق اكثر من شكرا لك دكتور علي عشقي خبير متخصص بشؤون البيئة، يعطيك ألف عافية على هذه المداخلة. أما الآن مشاهدينا خلينا نروح لمنطقة ويندر جاردن، إحدى مناطق موسم الرياض واللي انعرفت بأنها أول مدينة ترفيهية مستوحاة من سحر الطبيعة. تفاصيل أكثر عن جمال المنطقة نقلتها لنا زميلتنا عهود النفيعي. والله ما شاء الله المكان ما شاء الله ممتع مرة، لأن الألعاب ما شاء الله ممتعة والفايب اللي هنا ما شاء الله مرة حلو، وأنصح الكل يجي صدق يستمتع. والله ما شاء الله المكان روعة مع العائلة، استمتعوا ما شاء الله، وفي
يعني يغطي كل الأشياء، يعني العائلة الشباب اللي يودهم يجون. الحمد لله يعني صار فيه تطور كبير مرة، صرنا بدل ما نروح برا صرنا خلاص نقعد هنا، غير كذا اللي برا صاروا يجوا عندنا أصلا، فالحمد لله بهذا التطور كبير وحنا مبسوطين فيه مرة يعني. كان أفضل من أي شيء موجود هنا في الرياض، والشيء الثاني يعني استمتعنا أنا والأولاد والأهل، يعني أنا أشوف أن الترند الآن في الرياض ما شاء الله. زرنا حديقة الفراشات، يعني كانت تجربة حلوة مرة. أنا زرت كما منطقة ترفيهية في المملكة ولا لقيت أحسن من المنطقة هذه. أول زيارة والله، أول زيارة. إحنا جايين من بيشة كلها عشان الزيارة هذه. جربنا القطار، جربنا ألعاب كذا، ممتازة والله. والله الصراحة أنا أول مرة أجي هالمكان، أول مرة أجي الرياض. الصراحة المكان يعني ما ينوصف، يعني من ناحية التنظيم والنظافة. أنا الصراحة أول مرة أجي هنا. جربت لعبتين، جربت من ناحية السلة، كرة السلة، وتفر الكرة اللي لازم تدخليها في البوكس. مرة حلو، منظم وترتيب ونظافة والعام منوعة، ومرة هذه يدل على أن اهتمام المملكة بالسياحة، وما شاء الله الرياض بتطورات أكثر وأكثر. شيء نفتخر فيه، الله يعز الدولة ويعز حكومتنا الرشيدة. نشكر زميلتنا عهود انفاعي على هذا التقرير الجميل. وفي خبر آخر، اختيار سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا ضمن قائمة أقوى 100 رئيس تنفيذي بالشرق الأوسط من مجلة فوربس العالمية، التي كشفت عن قائمتها السنوية أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2023 بنسختها الثالثة. أكيد طبعا نبارك للأستاذ سالم الهندي على طبعا ذكره في هذه القائمة من أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لـ 23. يعني القريبين من الأستاذ سالم يعني يعرفوا قديش هو إنسان متفاني في عمله لأكثر من 30 سنة في هذا المجال. إنسان وفي جدا لروتانا، فأكيد نقول له ألف مبروك. أكيد نبارك ونهني الأستاذ سالم الهندي، أكيد هو يستحق هذه المكانة والمكان اللي وصل له بكل تأكيد. أكيد. خلينا كمان يا ندى نروح لخبر ثاني، حيث يعني اللي صار في ليلة أمس اللي كانت تعتبر ليلة مميزة واللي طلع علينا فيها الفنان ماجد المهندس في ليلة البرنس، وسط حضور جماهيري وأيضا تفاعل كبير جدا من محبيه. زميلنا محمد الحسيني كالعادة أعد لنا هذا التقرير التالي، خلينا نتابع. على بابي وقمرين واحد بالسماء، والتاني أغلى من العين في حرب الوباء. على بابي، على بابي وقمرين. السلام عليكم الفنان الكبير مازن المهندس، رحب فيك معنا اليوم عبر روتانا خارجية. اليوم ليلة البرنس والعمالقة، حدثنا عن التجهيزات، عن هذه الليلة. والله التجهيزات كانت يعني لأشهر، من أشهر احنا نعد لهذه الليلة، وإن شاء الله تكون يا رب ليلة مختلفة، وفي أشياء نقدمها أول مرة على المسرح لعمالقة الغناء في العالم العربي، في الخليج وفي العراق وفي المغرب العربي وفي بلاد الشام، ويا رب ان شاء الله يوفقنا ونقدم شيء حلو في الخليج طب في كل يعني في كل العمالقه من وطننا العربي. بتكون ليله مختلفه. ابو محمد، بدايه في موسم الرياض الاول كانت ليله البرنس، الموسم الثاني كانت حفل ماجد، الثالث كان ماجد موت، هذا الموسم
الفنان البرنس والعمالقة، إيش يعني لك هذا التواجد المستمر واهتمام معالي المستشار في كل كبير لي. يعني اهتمام معالي المستشار مش بس بماجد المهندس، هو يعني ما شاء الله عليه، الله يعطي الصحة والعافية وطول بعمره، أبو ناصر الحبيب يهتم بكل التفاصيل وبكل الحفلات على حد سواء يعني، وأنا واحد من هالعائلة الكبيرة الفنانين العرب والخليجيين كلهم متواجدين الحمد لله في الرياض وموسم الرياض اللي أصبح العلامة الفارقة في عالمنا العربي وحتى في العالم ككل، يعني الناس منتبهة لهذا الموسم العظيم، وأنا يسعدني دائما طبعا يشرفني أن أكون متواجد في موسم الرياض. التجهيزات حصلت على مراحل كتيرة بصراحة، يعني بالذات الحفلة دي فيها تعب زايد عن أي حفلة قبل كده، ده بالنسبة لي كأنها حفلة جديدة من نوع جديد. يعني عملنا الأول شكل ديمو مع الأستاذ ماجد، رحت له دبي قعدنا مع بعض، عملنا تحضيرات، فكرنا في الأغاني وعملنا حاجات، بعدين ابتدينا في مرحلة التنويت، وابتدينا بعد كده نرجع تاني نراجع ونشيل برضو أغاني ونحط أغاني عشان نطلع المقامات ويبقى الأغاني لايقة على بعض، فاهم قصدي، المدليهات. وفي نفس الوقت جينا طبعا في الجزء العملي بجد بقى مع الفرقة، ابتدينا نعمل بروفات سكاشن، دي جديدة دي شوية، يعني كنا ما بنعملش كده، كنا بنشتغل البروفا، انت عارف اما بتبقى فرقة بتبقى فرقة، لا في جروب الكورال بيشتغل بروفا وانا بشتغل معاهم بروفا تانية مع كمانجات، وجروب الكومبو مع السولوهات كده. دي اول مره تحصل، قعدنا يعني كنا بنعمل كل يوم بروفتين او ثلاثه، يعني من واحدة الظهر لغايه خمسة، نقعد ساعه من ستة لغايه الفجر والله، وننام نصحى واحدة الظهر كده، انت فاهم، فمرهق يعني، الموضوع مرهق بصراحه، بس اهم حاجه النتيجه. التكريم ده انا بصراحه يعني انا شايفه تكريم مش لماجد بس، ده تكريم لعمرنا، ده تكريم العمر يعني، تكريم مشوار شغل، تكريم تعب، تكريم استوديوهات، تكريم حفلات، تكريم عدم نوم، حاجات كتير قوي في حياتنا حصلت علشان ماجد، واحنا التكريم ده اكنه لينا كلنا صراحة، ده تكريم لجمهور ماجد كمان. أكيد نشكر زميلنا محمد الحسيني على هذا التقرير الجميل. مشاهدينا أيضا في مقطع متداول لشخص يكشف إصابته أو يكشف إصابته بمرض جديد بسبب استخدام الدائم للجوال بعد معاناة طويلة من الألم في منطقة الرقبة والأكتاف. خلينا نتابع هذا المقطع ونرجع لكم. هذا تقرير مستشفى تو الحين طلع وبين شنو فيني بالضبط. ليش قاعد أقول الموضوع هذا؟ لأن اللي فيني موجود بأغلبكم، فقلت أنا بما أني عرفت السبب وعرفت العلة وعرفت العلاج خلوني أفيدكم أنتو. طلع الأشعة قال لي طلال واضح اللي فيك مرض جديد، حتى في عالم الطب مصطلح جديد اسمه تكست نيك أو موبايل نيك. قلت شنو موبايل نيك؟ ما فهمت، وضح. دسني الصورة هذه،
ركزوا معي كلكم الحين، كلكم قاعد تشوفون السنابات وانا ادري ان راسكم مايل يعني 45 درجه. اذا الراس كان سيده ترى جمجمه ثقل، ها وزن راح يكون الثقل على الفقره 5 كيلوغرام مثل ما تشوفون. تميل بزاويه 30، شو شلون يصير يمكن دبلين ثلاثه، يصير وزن الجمجمه على الرقبه 18 كيلوغرام. شوف اكيد موضوع مهم نتكلم عنه بالتفصيل، عشان كذا راح نرحب بضيفنا عبر سكايب الدكتور محمد الصحن، استشاري جراحة العظام الحاصل على البورد الكندي في المفاصل والإصابات الرياضية. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. يعني في البداية لو تشرح لنا أكثر إيش هو هذا المرض، لما نقول إنه صار في مرض جديد اسمه تكستنيك، وإيش هي أبرز أعراضه؟ يا حياكم الله، مسيكم الله بالخير، وحياكم الله للجميع المشاهدين والمشاهدات على قناتكم. بالنسبة للألام اللي يجي من انحناء الرقبة، هو فعلا مثل ما كان في المقطع، وزن الرأس تقريبا 5 كيلو، وكل انحناء للأمام يصير وزن الرأس وضغطها على فقرات الرقبة والعضلات الرقبة والكتوف تزيد، فعلى مستوى 15% يصير 12 كيلو، وإذا انحنى بشكل 45 درجة يوصل إلى 25 كيلو، يعني 5 أضعاف وزن الرأس. فهذا كلها لها تأثيرات على العضلات، وإذا تعبت الرقبة وعضلاتها يصير ضغط على الفقرات، وبالتالي الديسك يضغط على الأعصاب اللي جنب الفقرات، فهي كلها من أعصاب في الرقبة، والأعصاب تطلع من فتحات في الرقبة، ووقت ما يكون رأسنا مستقيم دكتور يكون ما يكون في ضغط على طيب الرقبة. إيش هي الأعراض؟ إيش هي الأعراض اللي نقول إن الواحد صار مصاب بهذا المرض؟ أو كثرة استخدام الجوالات ممكن يعني إيش هي الأعراض من فضلك؟ نعم، الأعراض بعض الناس يشتكون من آلام بالضبط هذا المكان، وأحياناً يقولون أن آلام بالكتف، هذا ليس كتف، هذا آلام رقبة ينزل على لوحة الكتف، وبعض الناس يقولون في العامية آلام الأبهر، وأحياناً ممكن ينزل على الكتف من وراء وينزل على الذراع، وأحياناً ممكن حتى يوصل على اليد بصراحة. فهذه كلها أعراض ممكن تكون من الانحناء الكثير للرقبة أثناء استعمال الكمبيوتر لفترات طويلة، أو استعمال الجوال والانحناء فترات طويلة، هذه كلها يصير في تأثير. كذلك النومة، بعض الناس ينامون على جنبهم لساعات طويلة وينحنون رأسهم تحت على المخدة، أو يضعون يدهم تحت المخدة وينامون عليه، فبالتالي نفس الشيء أثر على الفقرات ومنطقة، هم الناس يقولون لوحة الكتف، هذا مو من الكتف، هذا جاي مصدرها من الرقبة وينزل على الذراع. فالجلسة ضرورية أنها يصير في الوقاية من جلسة مستقيمة، واستعمال الجوال برفع نفس الجوال أمامك، يعني ما يكون تحت وانحناء الرأس يعني بميلان كثير. طيب دكتور محمد، يعني هو الأسباب اللي ممكن تصيبنا في هذا المرض وكثرة استخدام الجوال والأجهزة، أو في أسباب أخرى غير الجوال؟ مثل ما ذكرت، أكيد الأجهزة هو أكثر الأسباب، مثل ما هم بالمقطع يعني تكست نكس هو بسبب استعمال الرسائل الكثيرة، لكن الجلوس كذلك لساعات طويلة بشكل مايل، يعني بعض الناس يحبون يتكئون على جنبهم يمين أثناء القيادة، بعض الناس ينحنون للأمام للتركيز أحياناً، فلازم وقت يكون استقامة الرأس أثناء القيادة. وأهم يعني اللي ألقيها أثناء بعضهم أثناء الرياضة يسوون بعض التمارين، ويصير عند استعمال الأوزان ينحنون للأمام عند رفع الأثقال، فحتى أحياناً الرياضة يعني نشوف حتى الناس يمشون بالمضمار في النادي أو بالشارع وينزلون رأسهم ويقرون في الجوال، فيعني أحياناً الرياضة
تساعد على تحسن الصحة، لكن وقت ما نشغل بأجهزة ثانية وما ننتهب على استقامة العمود الفقري ندخل بمتاهات ثانية. صحيح، احنا نبغى نتكلم على هذه المتاهات يا دكتور. يعني الواحد احيانا يعتبر الالم هو شيء مؤقت وينتهي، ولكن الضغط على الاعصاب او يعني يكون وزن الراس مضاعف على منطقه الرقبه والاكتاف، ايش ممكن يؤدي له بعد مده طويله على اللونج تيرم؟ ايش هي خطوره هذا الضغط؟ اولا يعني هو جدا شائع، يعني وحلها سهل وبسيط ورائع، يعني فالواحد لا يخاف يعني انه، لكن مثل ما تفضلتي على المدى البعيد عدم استقامة الرأس والانحناء فترات طويلة يأثر على الديسك، والديسك يضغط على الأعصاب ويصير آلام أحياناً لا ليلك ليل ولا نهارك نهار، ينزل آلام من الكتف على خلف الكتف يعني على الرقبة وكتف والذراع وتصير مزعجة جداً. فعلى المدى البعيد المشكلة أنه ممكن يضغط على الأعصاب وبالتالي أحياناً يحتاج تدخل جراحي، هذا على المدى البعيد وهذا آخر شيء فما نبي نوصلها. لكن 90% من الناس إذا يراجعون للطبيب في فترات يعني سريعة يعني ما يتأخرون، عادة 90% يحتاج فقط علاج طبيعي وبعض العلاجات اللي تساعد في تخفيف الالتهاب الأعصاب. إيش الفرق بين هذا المرض وبين الديسك؟ هذا المرض هو نفسه مشاكل يعني تؤدي للديسك، يعني المرض هذا بس لأنه صار عندنا أجهزة جديدة وذكية اسمها موبايل وكمبيوترات وأشياء جديدة صرنا نستعملها لساعات طويلة. قبل ما كان عندنا هذا الشيء، كان عندنا جوال نستعمله ندق التليفون وخلاص، بس الآن نستعمله صباح ليل، نستعمل على الإيميل نشيك إيميلاتنا، فصارت الساعات الطويلة هي المشكلة. يعني غير كمان مترتب عليه من شكل صحي للجسم وللظهر وللرقبة، يعني نعرف أنه انحناء الرقبة لمدة طويلة ممكن يسبب نوع من الحدبة على الظهر. أكيد نشكر مداخلتك اليوم معنا دكتور محمد الصحن، استشاري جراحة العظام، حاصل على البورد الكندي في المفاصل والإصابات الرياضية. أهلا وسهلا بك. مشاهدينا، انطلقت فعاليات شتاء جازان 2024 في كرنفال بهيج تحت شعار جازان أجمل وأدفى. الاحتفال شهد عدد من الفقرات الغنائية واللوحات الفنية الممزوجة بثقافة المنطقة. تفاصيل أكثر مع زميلنا عبد الرحمن السلماني. انطلقت فعاليات شتاء جازان 24 في حفل بهيج حضرت فيه هوية المنطقة وفنونها، وذلك برعاية من سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر وبحضور سمو نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز. احنا حرصنا في هذا الشتاء 2024 على الفكرة إبراز الميزة النسبية لمنطقة جازان، سواء التنوع الجغرافي وايضا الميزه الاقتصاديه والميزه السياحيه، وهذا يعني اتوقع انه كان واضح من خلال الاوبريت اللي تم عرضه اليوم، الحمد لله توفقنا. وتنوعت فقرات الحفل بلوحات غنائيه والعاب شعبيه مختلفه ما بين جبال وسواحل، فيما تزينت سماء جازان بطائرات الدرونز التي حملت صور القياده أبرز المعالم الحضارية والتراثية والعبارات الترحيبية بضيوف المهرجان. إن شاء الله كل الجمهور اللي حيجي اليوم حيكون مستمتع بهذه الفعاليات الممتدة خلال الأشهر القادمة، وهذا اليوم هو افتتاح لهذه هذا الموسم الجميل اللي ينتظره كثير من أبناء جازان وتنتظره المنطقة المنتعشة اقتصادياً المنتعشة سياحياً في هذه الفترات. ويستمر شتاء جازان هذا العام لشهرين، وتتنوع فيه الفعاليات والبرامج الثقافية والشعبية والفنية إضافة للمسابقات الرياضية،
شعار الشتاء أجمل وأدفى. طبعا هي منطقة جازان في هذه الفترة تعتبر من أدفى المناطق على مستوى المملكة، حيث أن موجة البرد يعني تعم أغلب مناطق المملكة، فهي وجهة أيضا سياحية نستثمر خلالها المتواجدين. اليوم هو انطلاقة أكثر من 60 فعالية متوزعة على مختلف المحافظات، متوزعة أيضا تقريبا 200 كيلومتر من شمال المنطقة الشقيق إلى جنوبها في السهي، أيضا من رأس قمم الجبال إلى جزر فرسان، وقد تكون 200 كيلو أو أكثر. المهرجان يحمل هوية المنطقة ويعرف زوارها بما تزخر به من ثقافة وأدب وفن، وكذلك ما تحمله من مميزات سياحية وتراثية، ودعوة للاستمتاع بشتاء أجمل وأدفى في أحضان جازان. لقناة روتانا خليجية، عبد الرحمن السلماني، جازان. نشكر زميلنا عبد الرحمن السلماني على هذا التقرير. مشاهدينا، في هذه الفقرة كمان حنا حريصين أنه نذكر تغريدة كده تكون لفتتنا بشكل أو بآخر. تغريدة اليوم للمستشار النفسي الدكتور محمد القحطاني، واللي كتب فيها: الثقة بالنفس ليس سبب بالحديث أمام الآخرين أو حتى تتعامل معهم، الثقة الخارجية هذه تعتبر ثقة خارجية، الأهم منها الثقة الداخلية اللي عبر عنها طريقة تعاملنا مع مشاكلنا يعني أو حتى مشاعرنا. ما أعرف ندى، يعني كيف ممكن تشوفي مفهوم الثقة بالنفس؟ طبعاً اليوم الثقة الداخلية بالذات هي جداً مهمة، بأنك تعززها بأشياء كثيرة، مثلاً تواجه مخاوفك، تحدد نقاط قوتك، نقاط ضعفك، تحاوط نفسك دائماً بالناس الإيجابيين، تعزز ثقتك بنفسك بأمور كثيرة، تهتم بصحتك البدنية والنفسية، هذه كلها أمور يعني تخليك تعزز من ثقتك النفسية الداخلية عشان أنت تقدر حتى تعزز ثقتك الخارجية للناس. أتفق معك، هي دائماً إحنا انعكاس لدواخلنا، ما عليها خلاف. ما ذكر الدكتور بالنسبة لي هو يعني ذكاء عاطفي، كيف الواحد يعرف يتعامل مع مشاكله، كيف الواحد يتعامل مع مشاعره. أتوقع أنه الثقة الذاتية أو الثقة بالنفس هي معرفة الإنسان للقيمة الذاتية لنفسه، للفاليو، وإنس أنا أعرف إيش هي قيمتي، فبالتالي تكون ثقتي عالية، أعرف وش هي حدودي بالضبط، أعرف متى أنا مثلاً أكون زودت الليمت شوية أو رفعت المعيار أو قللت من شأني إلى حد ما. ربما الإنسان إذا كان عارف قيمته حيعرف كيف يدير مشاعره أكثر. صحيح، أكيد. بما أننا إحنا نحب نتناقش في هذه المواضيع، كمان كان في برضو سؤال مطروح في حساب مجرد سؤال على تطبيق إكس، واللي طرح هذا السؤال: أكثر شيء تستعد بالذكريات القديمة، صورة، محادثات، أغاني، أو شيء ثاني؟ وش رأيك يا ندى؟ شوفي، هو الصور أكيد راح تستعيد فيها ذكريات، المحادثات، الأغاني، أيضاً الريحة، العطر أحياناً يذكرك بالشخص نفسه، والأماكن مثل ما قال محمد عبدو، الأماكن كلها مشتاقة لك، يعني في أماكن نستعيد فيها ذكرياتنا، نبدأ نذكر الناس اللي كنا نمر معاهم هنا، نجلس معاهم في هذا المكان. فأنا أشوف الذكريات فيها عدة أشكال ممكن تتذكر فيها الأشخاص وتستعيد فيها ذكرياتك. بالنسبة لي بعض العطور أوفى من أصحابها. فعلا يعني ريحة العطر تحديدا هي اللي تذكرك بنفس المشاعر، بنفس الموقف، بكل التفاصيل. ربما الأماكن أمر منها عادي، ما عاد تفرق معاي، الصور بالنسبة لي عادي، إنما الريحة هي اللي ما أعرف، أنا شخصيا ترجعني لنفس النقطة، ولهذا أنا حريصة بصراحة أختار عطوري، يعني عطور والعطور اللي أشمها، يعني أخاف منها، لأنه فعليا شوفي إحنا كتلة من المشاعر، أشياء كثيرة ممكن تحركنا، تغيرنا، تأخذنا، تودينا، تجيبنا. إنما بالنسبة لي نقطة ضعف العطر. صحيح، خلينا نرجع للواقع الحين يا رؤى. نرجع للواقع. انتهت جولتنا الإخبارية، بعد الفاصل تكنيك السعادة وما هي أهم القواعد لتصبح شخص سعيد. مين فينا ما يحب يكون سعيد ومتفائل طول الوقت؟ إلا أن في بعض الأوقات الظروف تحرمنا من العيش بسعادة واستمتاع بأبسط اللحظات. عشان كذا في هذه الفقرة تكنيك السعادة راح نتعرف على كيف راح نكون سعداء أكيد ومستوى سعادتنا. راح نتكلم في هذا الموضوع أكثر مع ضيفتنا في الاستوديو نورة جبران، مدربة في مجال التنمية الذاتية. أهلا وسهلا فيك نورة. أهلا، حياك يا هلا والله.
نورة، أول شيء أكيد في عادات إحنا ممكن نسويها تحرمنا من السعادة، نبي نعرف إيش هي العادات اللي تخلينا محرومين من لذة السعادة. طيب أول شيء شكراً على هذه الاستضافة والعدسة اللي أنا أحبها، يعني تقريباً هذا ثاني مرة أطلع معاكم. نورتي. نور الدنيا فيكم. موضوع السعادة اخترت إنه يعني يكون حواري معاكم لأنه صاير تركيز عليه وصار عليه فوكس مرة عالي من مو بس السوشيال ميديا، صار يعني خلاص هدف كل شخص في الحياة إنه يكون سعيد. فتكنيك السعادة، شوفي أنا معروف عندي برنامج اسمه تكنيك 99 ومرة معروف، فبالتالي ربطته شكله إنه صار في تكنيك لكل شيء. لكن أول شيء نحتاج نعرف أصلاً هل السعادة هدف مفروض أسعى له؟ هل المفروض إنه أنا أعيش سعيد؟ هو مو هدف، غالبية هو اليوم هو قرار واختيار بالنسبة لي، مو هدف. هو السعادة حالة. اليوم رؤى جابت سيارة حست بسعادة، اليوم ندى جابت شنطة جديدة فحست بسعادة، خبر جديد يعني جاك بيبي، فالسعادة حالة زي حالة. وش نقيض السعادة؟ حزن. إيه. فالسعادة مو شعور المفروض إنه يكون عايشينه أغلب الوقت، لا، المفروض إنه نزوره زي ما إحنا نزور، يعني هو كذا مثلاً إحنا نقول السعادة هنا فنوصل له نعيشه شوي وبعدين الحزن ونعيش في يعني هذه حالات، فمو المطلوب إننا نكون سعداء أغلب الوقت. بس بشكل عام يعني الإنسان، أنا دايما أقول الإنسان المفروض إنه هو يعيش مشاعره سواء بالسلب أو بالإيجاب. صح. اللي بيصير واقعياً إنه يومياتنا تأثر أو طريقة أفكارنا أو تفكيرنا بمعنى أصح نورة تأثر على حالتنا. صح. سواء بالحزن أو بالسعادة. صح. إذن هو أنا أختار يا أفكر بشكل سلبي فأكون شخص حزين أو أفكر بشكل إيجابي واستمتع بالأشياء اللي عندي وأكون شخص بالضبط. سعيد. صح. إذن كيف إحنا ممكن فعلاً نرفع الوعي حيث إنه نفكر بشكل إيجابي حتى نحافظ على مستوى جيد من السعادة؟ حلو، خلونا يعني أنا أفضل إنه بدل ما نتكلم عن السعادة نتكلم عن شعور أعمق هو المفروض إنه يتواجد أغلب الوقت، اللي هو شعور الرضا. الرضا. تمام. الرضا هو أعمق شعور نسعى له إنه يكون متواجد أغلب الوقت. لكن هل في أشياء أو في عادات معينة تحجبنا عن الشعور بالسعادة؟ هي غياب عن اللحظة، أنا مو موجودة الآن باللحظة، أغلب تفكيري بالمستقبل أو أغلب تفكيري بالماضي، فأنا قلقة ومتوترة بسبب أشياء صارت لي بالماضي، أو خايفة وقلقة ومتوترة بسبب أشياء ممكن تصير في المستقبل، فتكون اللحظة هذه مسروقة. فلما أنا أنسرق من لحظتي معناته أنا الآن مو عايشة النعم اللي موجودة الآن حولي، ففي غياب، في نسيان للحظة. فإذا غبتي عن اللحظة غاب معاه على طول الامتنان، فما صرتي ممتنة. وفي قاعدة الزيادة، يعني السعادة هو أنك تحصلين على أشياء معينة فتبغين زيادة، فقاعدة الزيادة ولئن شكرتم لأزيدنكم. وفكرة الشكر أنه أنا أكون مركزة على الأشياء اللي عندي، فأنا كل ما ركزت على الأشياء اللي عندي كل ما امتنيت، كل ما ربي عطاني أكثر، كل ما ركزت، لأنه دائما يقول لك أنت تلاقين الشيء اللي أنت تركزين عليه. يعني اليوم أنت مثلا رؤى في خاطرك تجيبين مثلا سيارة مرسيدس، فيصير فترة كل ما نزلت الشارع تشوفين السيارة بكثرة في كل مكان. صحيح. لأنه الفوكس على هذه السيارة. هذا هو، فأنت أي شيء تركزين عليه تحصلين عليه. فاليوم أنا مركزة على الشيء اللي مو بعندي، وش اللي يصير عندي؟ اللي مو بعندي. فأنت إذا مركزة على النقص جاك من النقص أكثر، وإذا أنت مركزة على الزيادة والحمد لله طول وقتك ممتنة بالأشياء اللي عندك، فصار عندك أكثر وأكثر وأكثر. هذه قاعدة الشكر اللي أنا دائما أتكلم عنها في حساباتي في السوشيال ميديا. هذه أشياء، يمكن هذا شيئين بسيطين يسحبنا عن الـ يعني أننا ما نكون ملاحظين، فبالتالي يغيب شعور الرضا باللي موجود. في شيء ثاني أهم، كان أنا عندي برنامج قدمته نهاية السنة وكان ختامه قبل يومين اسمه تكية. في هذا البرنامج تكلمت معاهم عن أني لسه من فترة أخيرة اكتشفت اكتشاف عظيم، اللي هو اكتشفت أنه في مخلوقات أيوة تتحكم في سعادتنا أو في نفسيتنا أو في بسم الله علينا، مين المخلوقات؟
تخيلوا يعني انا كان بالنسبه لي كان هذا اكتشاف السنه تخيلوا يعني درجة ودي اطلع على الكوكب واقول يا ناس ترى اكتشفت لانه صار في تركيز عالي على انه مثلا تكنيك معين كيف تتخلصين من القلق كيف نسمعها والناس تسوي التكنيك وما يفيد طيب من تالي اكتشفت انه في مخلوقات هي اللي جالسه عايشه فينا مجتمع كبير يعني بالالاف عايش فينا ويقول اليوم انت تطفش اليوم انت تزهق لا لا اليوم انت مكتئب اليوم انت مالك خلق تقوم لشغلك طيب تخيلوا من المخلوقات مين في مجتمعات من البكتيريا اللي عايشه في الجهاز الهضمي عايشه في القولون وعايشه في الامعاء وعايشه في المعده واكبر نسبه موجوده في القولون هذه مجتمع كبير وايش ايش ايش لها دور تسوي حسب ما تعطينها من اكل ومن نوعيه اكل تعطيك انرجي تعطيك طاقه وتعطيك النفسيه الهادئه يعني التغذيه تتحكم بسعادتنا كثير بشكل استثنائي شوفي ندى انا من النوع اللي اقرا كثير في مجال التغيير والتنميه والتطوير تمام واقرا واطبق واقرا فلي 10 سنين تقريبا في هذا العالم اللي صار خلال 3 شهور انا اسمع لواحد اسمه دكتور عمار العمار يعني عجيب عظيم اتوقع شفتوه يتكلم عن هذا المجتمع العظيم سبحان الله فبس بديت اركز على وش اكل واني انام بدري ندى المشاعر اللي احنا قاعدين الان نسال كيف ممكن نوصل لها وشفتي لما ندور على مجتمع يحفزنا ولا يدعمنا تعرفين الشكوى اللي نسمع كثير انا امي ما تدعمني انا ابوي ما يحفزني انا يعني الاحتياج للطاقه من برا قل بشكل مره كبير وصارت تجيني طاقه فري مجانا كيف اي تخيل بطلت اتعشى هو دائما يعيد ويزيد يقول وقفوا عن 4 اشياء الطعام المكرر لانه يعني ما يعرفوا الجسم ما يفهمه فدائما يقول يعرف الجسم يتعرف دائما على الطعام اللي جاي من الارض حلو باختصار يعني اي طعام طبيعي يفهم الجسم يس ووقف عن الزيت وتحديدا يعني الزيوت المكرره والنباتيه وكذا وينصح بالزيوت الحيوانيه ابعدي عن الاكلات السريعه وابعدي عن السكر فانا ما اقول لك اني وقفت لانه دائما ضد قاعده انه وقف من بكره ما عاد اكل يعني احنا تربينا على عادات كثيره غلط في روتيننا فاحب زي ما هو متعمق اسحب ايش شويش فاتوقف يعني مو اتوقف ابدا اقلل فبالتالي الحين انا مقلل السكر العشاء ما اتعشى وهو يعني يفسر ليش ما نتعشى بالليل كيف انك تريحين الكبد وكيف وجبه الفطور اخرتها يا الله اصحى الساعه 6 الصباح وانا بطاقه يعني انجاز وحلو يعني طاقه الصباح مو طاقه متابعه مسلسلات مو طاقه متابعه خمول ميديا وخمول طاقه انجاز طاقه اللي جيب بتعلم ابغى اسوي رياضه ابغى فهمتي انا اذكر مره يعني ربما كلامك منطق وانا ابغى اربطه لي في فتره من الفترات كنت اسوي ديتوكس فكنت موقفه مثلا لحوم سكريات مقالي هذه الاشياء كنت احس نفسي خفيفه فعليا مثلا الام القولون الانتفاخ الخمول الكسل هذه الاشياء ما كنت احس فيها يعني اقول لك كان شيء عجيب اكتشاف السنه صحيح. المخلوقات هذول تصرف يعني لما تجي الوجبة أضعلي أقول إيش تبون أكل ولا وجعلنا النهار معاشة يعني بالضبط أكيد. هو صراحة في العمق أنت في سريان مع حالة الكون يعني في سيستم لهذا الكون ربي خلقه وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشة لما تمشين مع السيستم لك تمشين بسهولة بدون معافر صحيح لما تمشين عكس تحس إنك قاعد تعافرين فالمشاعر الحلوة دي تجي مع السمود مع مع المخلوقات اللي ذكرتيها مع مخلوقات مع اي مع سريان الكون والله اكيد طيب نوره خلينا نتكلم على الناس اللي يجلون السعاده بمعنى انه مثلا اقول لما اتخرج راح اكون سعيده لما اتزوج راح اكون سعيده لما اسافر بكون سعيده ايش رايك فيهم ما في شيء هناك ودي اقول لهم ما في شيء هناك ليش لانه انا لما بديت مشوار تحقيق الاهداف انا من النوع اللي كنت اكتب يعني بدايه السنه اهدافي واشتغل عليها واحقق ماشي على التخطيط كل ما وصلت لشيء تعرفين شعور مثلا ابغى اشتري شيء معين في شنطه في بالك براند معين ياما كلنا مرينا بهذا الشيء فبس تاخذين هذا الشيء اللحظه نفسها انت ياي
بس بعدين مو كل ما شفتيه في الدولاب تقولين هي عندي شنطه. صحيح. يعني خلاص تروح فرحتها. فهمتي؟ فصرت اعيد وازيد، ما في شيء هناك، ما في شيء هناك، كله هنا. طب هل نقدر نقول انه للسعاده اشكال وانواع؟ بمعنى في سعاده داخليه اللي تنبع من مثلا القناعه عن الرضا، وفي سعاده لحظيه اللي هي الحصول على او الوصول او البلوغ الى هدف معين، مثلا زي ما ذكرتي سياره، شنطه، سفره، ففي الاخر هي في نكهه سعاده بالضبط. ما اقدر اقول انه ما في. صح. صح. لكن الاساس وين؟ اذا مثلا انا كنت يعني داخليا شخص غير سعيد، فبالتالي حتى شغلات اللحظيه هذه ما راح تاخذ مفعولها مده طويله. مره اقول لك شيء يضحك، يعني ذكرتيني بسالفه. مره احنا كنا جتنا فتره نجتمع عند واحده من صديقاتي، نرقص كل خميس، تمام؟ فواحده من صديقاتي كانت دائما تصور لمتنا، تمام؟ فواحده تتابعها من صديقاتها قالت لها انه ما شاء الله دائما اشوفكم مبسوطين وزي كذا، ابي احضر هذه الجمعه. فقالت لها اوكي حياك، فعزمتها في واحده من الخميسات. فلما جت طالعت كذا قالت بس هذا اللي تسوونه. ضحكنا ليش؟ لان السالفه انه احنا حالتنا الداخليه اللي انت قلتي عليها، احنا راضين. احنا الشخص ما يكون راضي من داخله ويعني عايش بمشاعر متسالم مع نفسه، مع الاشياء البسيطه تسعده. فهي لما اعطتنا الرياكشن هذا اللي انت بس تسوونه ضحكنا، لان الموضوع مو في الخارج وش قاعد يقدم لك الخارج. الخارج اضافه. ولما تكونين انت في حاله يعني حاضره وفي حاله كذا عرفتي تشرقين اصلا انت، فاي شيء بسيط يصير حتى امتنانك له يكون عالي. صحيح. ايش رايك نطبق تكنيك اختبار السعاده علي انا ورؤى؟ شوفي هو مو تكنيك، هو سؤال لطيف مره لما نقول هل انت شخص سعيد؟ هل ندى سعيده؟ اجاوب الحمد لله. رؤى هل انت سعيده؟ لا. لا بس انا قويه، يعني انا يعني لو تساليني لو رؤى جردتك مثلا من امومتك، من وظيفتك، من 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 كيف توصفي نفسك؟ اقول لك بيج او صفر. بصراحه الحين يعني اول شيء شكرا لانك منصفه في اجابتك، لانه هذا سؤال تردد كثير في السوشيال ميديا، في برامج كثيره، فزي ما قلت في البدايه صار الفوكس عليه انه انا اكون سعيد. فبالتالي يمكن شوي الان رؤى يعني حسيتي بعد اجابتك بشعور شيء يضايق، شيء يزعج، مجرد ان نقول لا، او لما نفكر بلحظاتنا كلها نقول لا مو اغلب الوقت يوجع. فلما اجي اسال الناس واقول له هل انت سعيد، هل انت سعيد، واحكر كاني اخلي الحكم على السعاده. طب ليش ما نسال السؤال هل انت حزين؟ مو هذا نقيضه؟ ونقدر نقول لا. فانا احس انه الانصاف لو انا جيت سال سؤال ثاني وقلت لندى، ندى هل انت تعيشين حياه طيبه؟ الحمد لله اكيد. لو اجي التفت على رؤاها اقول حياه ممتازه الحمد لله. الوعد الرباني مو بالسعاده. في الايه يقول ومن عمل عملا صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، الوعد ايش؟ فلنحيينه حياه طيبه. فلو سالنا اغلب البشر هل انت تعيشين حياه طيبه، تتامل النعم اللي حولها وتتامل بكل التناقضاتها اللي موجوده، بلحظات السعاده وبلحظات الحزن بلحظات، فلما تتاملها بشكل كامل تقول لك الحمد لله. وفي سؤال اعمق اللي هو هل انت راضي؟ هذا سؤال اجمل، هل انت راضي؟ ليش خطر في بالي هذا السؤال؟ لانه لما تاملت الايه لما ربي وعد محمد ايش قال له؟ قال له ولسوف يعطيك ربك. تخيلي العطاء، يعني عطاء ربي لمحمد، قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. فألذ شعور. ولو تأملتي كلمة الرضا في القرآن يعني تنبهرين، لأنه حتى زكريا لما دعا أنه ربي يرزقه ولد قال واجعله ربي رضية. لو تأملتي كثير حتى إحنا لما نقول يا رب لك الحمد حتى ترضى وإذا رضيت، يعني حتى لما نقول الأحاديث تقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيليت اللي قاعد يسمعنا اليوم
ويسمع لقائنا، ياليت يكون التركيز وهدف هذه السنة أنه أنا أعيش هذه الغاية العظيمة، أعيش شعور الرضا. فعلاً في مقولة كنت دائماً أحب أقولها، أنه نحن فقط من يمتلك أبواب السعادة والأبواب المؤصدة لا تكسر. فبالتالي نرجع للنقطة الأساسية أنه السعادة تنبع من الداخل. فبالتالي الرضا والقناعة وكل هذه الأمور وإيمان الإنسان بحد ذاته أنه الحياة ما تمشي على رتم واحد بتخلي إنسان مرتاح مهما كان فيه صعب، إلا ما يكون في الآخر فيه فرج. هي هذه شكل الحياة. حنواجه مشاكل، حنواجه تحديات، حنواجه مواقف، بس السؤال كيفني أنا؟ كل ما كنت أنا بخير، كل ما كان عندي استعداد أنه أنا أتعامل مع هذه التحديات والمواقف. وجودك اليوم معنا هو بحد ذاته سعادة. شكرا يا نورة لوجودك، نورتينا. مشاهدينا، بعد الفاصل أحدث الإجراءات التجميلية لمنطقة الصدر. لا شك أنه التجميل عالم واسع وكل يوم في شيء جديد، والإجراءات التجميلية أصبحت شيء مهم وضروري. ففي وقتنا الحالي بنشوف أن في كثير من السيدات عندهم بعض المفاهيم الخاطئة، وأيضا بعض أو دائما عندهم استفسارات عن الإجراءات التجميلية الجديدة خصوصا لمنطقة الصدر. واليوم ضيفنا في الاستديو راح يكلمنا أكثر عن هذا الموضوع الدكتور أيمن حلمي، استشارة جراحة التجميل وزراعة الشعر. أهلا وسهلا بك دكتور، نورتنا. وزي ما احنا شايفين اليوم حنتكلم عن هذا الموضوع بشكل نظري، جايب لنا معك مجسم وبعض العينات حتى تكلمنا أكثر. لكن في البداية يا دكتور أيمن، خليني أسألك عن مدى إقبال السيدات لعمليات تجميل الصدر، سواء كان للتكبير أو حتى للشد والتصغير، وإيش هي أبرز المفاهيم الخاطئة؟ أولا حياكم الله وسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة وعافية، وشكرا على الاستضافة في برنامجكم المميز. ما في شك الإقبال الآن أصبح كثير جدا مقارنة بعشرين سنة ماضية. في عشرين سنة يمكن الواحد ما كان يشوف عمليات تكبير الصدر غير مرتين ثلاثة مرات في الشهر، الآن بنسوي ما لا يقل عن يمكن 50 حالة شهريا. الإقبال ازداد عليها، والسبب هذا كله أنتوا يعود لكم أنتوا بسبب توعيتكم الجميلة للمجتمع عن سلامة وأمانة الإجراء هذا. حصل تطور كبير جدا في إنتاج أو تصنيع حشوات السيليكون. على سبيل المثال مثلا هذه حشوات السيليكون القديمة اللي هي الخشنة، وطلع عليها إشاعات كثيرة ولذلك الآن ما عاد نستخدمها. بعدها طلعت الملساء اللي بالكامل، ولكن كانت مشكلتها أنها تتحرك كثير جدا عن في مكانها، لذلك الآن تم تعويضها ما يجمع ما بين الملمس الخشن والملمس الأملس عشان تبقى في مكانها، ويكون حتى في سهولة كبيرة في استخدام حشوات السيليكون. ممتاز. جات فترة وصارت فيه استخدام شكل الدمعة. ولكن الدمعة مشكلتها أنها لما تبرم، يعني مثلا لو حطينا الدمعة هنا وبرمت يمين، هتصير يمين مختلفة عن يسار، يصير في تشوه في لذلك بنستخدم حشوات الدمعة في بعض الأحيان في الناس اللي عندهم عدم توازن ما بين الجهتين، أو يكون ما بعد عمليات الترميم ما بعد الاستئصال الثدي. الإقبال الآن زاد عليها بكثير جدا، لأنه صار فيه وعي أكبر للحصول على تناسق وتناسب في الجسم. أول كانت الوحدة دائما تعوض هذا الشيء بالحشوات الداخلية في الملابس الداخلية، ولكن الآن أصبح لدينا العمليات هذه. حتى إجراء العملية الآن فيه تطور كبير جدا، يمكن نتكلم عنه بعد شوي. طب أكثر شيء ممكن تتخوف من النساء هو فقدان الإحساس. يعني هل صحيح أن بعد العملية يفقدون الإحساس في هذه المنطقة؟ طيب نتكلم عن حاجتين، فقدان الإحساس في عمليات شد الصدر فقط هذا جدا نادر، لأنه عمليات شد الصدر هي عبارة عن إزالة قشرة جلد فقط، ما بنتعمق أبدا. في عمليات تصغير الصدر يزداد احتمال فقدان الإحساس مع الحجم اللي حنصغره. يعني لو واحدة مثلا دبل دي تبغى تنزل لحجم بي، فاحتمال يزداد ولكنه برضو نادر جدا. في التصغير يفقد الإحساس، التصغير مو يفقد الإحساس لكن الاحتمال يكون أعلى شوية. لكن في عندنا تقنيات بنسويها أثناء العملية بحيث أنه إحنا ما نأثر على أعصاب في غالب الأحيان. اللي ممكن نفقد الإحساس فيه هو عمليات تكبير الثدي باستخدام السيليكون، لأنه الإحساس بيجي للثدي في الواقع من الجنب
لذلك لما نجي نحط حشوة السيليكون في هذه الحالات ما يتأثر لأن الإحساس جاي من الجنبين. تمام. في حالات نادرة جدا الإحساس بيوصل للثدي من الجنب، يعني من الجنب يوصل من الجنب ثم يدخل عمودي ويطلع إلى الحلمة. في هذه الحالات لما نجي نحط السيليكون احتمال فقدان الإحساس وارد ولكنه نادر جدا، وهذا الإحساس احتمال يكون أقل من 5% أو 3%. إحنا دائما نقول للحالات ترى ثلث الحالات يفقدوه ويرجع بعد 6 شهور، ثلث الحالات يصحوا وما يفقدوا ولا شيء، وثلث الحالات يفقدوا مدى الحياة. ولكن إحنا دائما نبالغ في عدم إعطاء وعود عالية، لكن الاحتمالات هي أقل من 5%. دكتور، في بعض المخاوف أيضا أو واحدة من المخاوف هو عدم التماثل. نعم. خلينا نعرف ليش ممكن يكون في عدم تماثل. نعم. وإيش طرق حل هذه المشكلة؟ شوفي، في الواقع عدم التماثل، التماثل اللي يكتشف بعد العملية أساسه إنه ما لاحظوا إنه عند الوحدة عدم تماثل من قبل العملية. من الأساس. من الأساس، لأنه كلنا إحنا مخلوقين نعتقد إن إحنا متماثلين يمين زي يسار. في الواقع نادر جدا السيدات يكون عندهم تماثل بالضبط يمين في اليسار في حجم الثدي أو حتى في مستوى الحلمة. لذلك إذا تم الفحص مضبوط قبل العملية واكتشف إنه فيه فرق في الحجم، نحاول نعوض الحجم هذا بحشوات سيليكون مختلفة الأحجام. الحشوات السيليكون تصنع أحجام مختلفة وكمان أشكال مختلفة. بس يمكن المجال الآن ما يسمح إن إحنا نشرح أكثر من كذا. ولكن إذا كانت عبارة عن تصغير ثدي فهو احتمال إنه فعلاً يكون فيه فرق في الحجم. أما إذا كانت عملية شد، عملية الشد ما تغير الحجم نهائياً، يعني كمية الأنسجة اللي نشيلها في عملية الثدي، شد الثدي ما تتجاوز حجم منديل. تمام. هذه حاجة. بالنسبة للسيليكون، إذا الدكتور اكتشف من قبل العملية إنه في فرق، فممكن يستخدم حشوات سيليكون مختلفة الأحجام أو مختلفة الأشكال عشان يعوض ما بين فرق الحجم أو فرق البروز. طيب دكتور، ممكن تشرح لنا كيف تتم هذه العملية من غير ما تبقي آثار أو ندبات؟ نعم. في الواقع أنا الجرح المفضل عندي، وهذا اختلف مع كثيرين منهم، وعلى فكرة الجرح اللي حشرحه بعد شوية مو معناه أني أنا اللي مخترعه، هذا شيء موجود في الطب، ولكن لأنه أصعب شوية من الجروح الثانية فبالتالي كثير من الدكاترة يأخذ الأسهل. لنفرض أنه هذا الثدي الطبيعي، الجرح اللي مشهور هو أنه الجرح يكون من هنا، بيدخل الدكتور بيحط الحشوة وبيخرج، جرح سهل جدا اللي هو من تحت ثنية الصدر، من تحت ثنية الثدي. ولكن لازم نعرف حاجة، إحنا أساسا في عندنا أنسج يعني زي الغشاء هذا هو اللي يمسك السيليكون، فكيف أنا أقصه وبعدين أتمنى أنه هو السيليكون ما ينزل؟ فهذا قلم عشان كذا ما يجي. الجرح الأفضل هو عبارة عن هذه الحلمة هنا، الجرح الأفضل هو نصف دائرة حول الحلمة. ولو تلاحظوا أنا شرحته أو رسمته متعرج، لأنه إطار الحلمة في معظم السيدات أصلا متعرج. أنا عندي مشرط مختلف عشان أفتح الجرح بطريقة تمشي بالضبط حسب إطار الحلمة اللي ربنا خلقها، ما يمشي عبارة عن بس نصف دائرة والسلام. تمام. هذا هو الفرق ما بين عملية الأخرى. طبعا السيليكون في معظم الأحوال الأفضل نحن نحطه تحت العضلة، والشائعة الأخرى اللي يطلقها البعض أنه ما نقدر نحط السيليكون تحت العضلة من خلال هذا الجرح، وهذا غير صحيح. أنا طول عمري بحط السيليكون من نصف دائرة حول الحلمة وتحت العضلة. والشائعة الأخرى أنه العملية اللي من هنا تسبب فقدان في الإحساس. أنا شرحت لك من قبل شوية أنه الإحساس يجي من الجنب وما له علاقة إذا كان الجرح من هنا أو الجرح من هنا في فقدان الإحساس في الحلمة. هذا شيء ما له علاقة نهائية. لذلك الجرح المفضل عندي وعند معظم الناس، ليش؟ لأنه ممكن يكون الجرح من هنا، لو كانت الملابس الداخلية صغيرة شوية حيبين الجرح. هذا أولا. ثانيا، في المستقبل لو صار في ارتخاء، إحنا دائما نفضل الشد اللي هو عبارة عن دائرة وخط فقط لعملية الشد. طب الآن لو أنا من الأساس واحدة صغيرة في السن وسويت لها جرح هنا، معناها أني أجبرت على جرح حرف التي في المستقبل. تمام. واضح. طيب دكتور، كمان بنشوف أنه الحين صارت في تقنيات جديدة في عملية تكبير الصدر وهو استخدام القمع. نعم. إيش فائدة استعمال القمع؟ كل ما كان الجرح أصغر كل ما كان هو الأفضل. الآن لو الجرح، لو أبغى أحط مثلا هذا الحجم أحتاج إلى جرح كبير، لذلك القمع في هذه الحالات، وهذا هو القمع عندنا هنا. أوكي. طيب معي القمع، ميزته إنه يكون الجرح صغير
وادخل انا بهذا القمع واسوي كذا فبالتالي واحط السيليكون باصغر جرح في الكون. فهذا هو ميزه القمع. طبعا القمع له تكلفه اعلى لذلك يمكن ما يستخدم في كل المراكز، ولكن هذه التقنيه الافضل اولا لحمايه الجرح من، لانه لو ما حط القمع اي التماس كمان ايوه ما يلمس الجرح نهائي وما يتلوث. ولو ابغى احط القمع بيدي بهذا الشكل حيسوي احتكاك كبير جدا في الجلد ويطلع الجلد مشوه بعد العمليه. ايضا من المخاوف دكتور الارضاع، هل يعني بعد العمليه تقدر انها ترضع طبيعي او ما تقدر؟ كل الاحوال 99% من عمليات تجميل الثدي تقدر ترضع. الان اشرح لكم، في عمليه واحده فقط وهذه جدا نادره انه احنا نشيل الحلمه وبعدين نرجع نحط هذه طابع البريد كرقعه جلد، وهذه جدا نادره ما بنحتاج. لكن زي ما شرحت لكم هذا هو الثدي طيب، وهذه هي الغدد الثديه، وهذه هي القنوات الحليبيه. القنوات الحليبيه تجي بهذا الشكل من هنا، لذلك سواء حطينا السيليكون او سواء شلنا جزء من الثدي الجانبي او الجانبي او سواء سوينا شد جلد، الارضاع في معظم الاحوال لا يتغير. ولكن لاننا لاحظنا مؤخرا ان معظم السيدات يقول والله ما عندي حليب وما ابغى ارضع، هل هو حقيقه او هل هي ما تبغى ترضع هذا شيء ثاني؟ لذلك احنا من باب الاحتياط نقول لها قد تقل كميه الحليب اللي يطلع. هذا الشيء لازم نقوله في عمليات تصغير الثدي، لان احنا نشيل جزء من الانسجه ونشيل جزء من الغدد الحليبيه. اما في عمليات تكبير الثدي او عمليات شد الثدي فقط فاحتمال او امكانيه الارضاع لا تتاثر نهائيا. نبغى نتكلم عن انواع تكبير الصدر ما بين حشوه السيليكون او المويه والملح او حتى بحقن الدهون الذاتيه طبعا. عاد الدهون الذاتيه بالذات دكتور لها كثير يعني استفسارات، احيانا يقول لك انها ممكن انها تنشط الخلايا السرطانيه، البعض يقول لك انه ما يفضل ان الواحد يسويها عشان الجسم يعني مع الوقت حيكون في عدم تماثل. كلمنا عن انواع تكبير الصدر واياهما افضل. نعم، اذا نتكلم اذا واحده تبغى تجي وتبغى حجم اكبر الحل الوحيد هو حشوات السيليكون بمختلف احجامها او بمختلف اشكالها. الان نستخدم احنا تقنيه حقن الدهون فقط لغرض واحد فقط، اوكي؟ الان هذا مجسم في الجلد، هذا الجلد وهذا الجسم، هذه الدهون او هذه الغدد الحليبيه مثلا، وهذا سطح الجلد. نحقن الجلد فقط في الطبقه اللي تحت الجلد مباشره، نحقن الدهون في الطبقه اللي تحت الجلد مباشره فقط لتحسين نوع الجلد وليس للحصول على حجم اكبر. تمام. اوكي؟ اما اذا الواحده تبغى تكبير فما لها حل غير حشوات السيليكون. الان حشوات السيليكون المفضله او حشوات تكبير الصدر المفضله هي اللي تحتوي على السيليكون الكامل. تمام. وليس المويه والملح. مشكله المويه والملح على سبيل المثال مثلا، اوكي هذا اقرب لهذا، يعني اول ما تصير الوحده واقفه خلاص بيفقد شكله والبروز. اما حشوات الجديده يبقى الجروز موجود. لذلك حشوات المويه والملح صح انها حلوه في الاول لانها بتعطي اوفر ديستندد، لانه بما انه حشوه مويه وملح انها راح ترخي في المستقبل فيضطر الدكتور انه ينفخها 20% اكثر من اللازم. فماكن مع الوقت كل شهر شهرين ثلاثه شهور بتعطي ارتخاء مو جميل ابدا، حتى الملمس حقها ما بتعطي ارتخاء. الثنيات اللي بتكون فيها ثنيات مزعجه جدا، خاصه اذا كان الجلد رقيق بتبين الثنيات هذه من سطح الجلد. صحيح. ايضا من المعلومات المتداوله عند السيدات هو لما يرتدون حمايه الصدر هذا الشيء يحميهم من الترهل، هذه معلومه صحيحه او لا؟ الان نجي على اسباب ترهلات الثدي عند الجميع سواء رجال او حتى بعض الرجال اذا كان كبير النساء. تفاوت الوزن، كبر وضمور الثدي اثناء الرضاعه، تقدم العمر، هذه هي الاسباب اللي الشخص ما له يد فيها. ولكن الجاذبيه الارضيه شغاله على مدار الساعه، طالما الواحد واقف او جالس الجاذبيه الارضيه شغاله. ايش اللي يبطئ هذا العامل اللي هو الارتخاء بسبب الجاذبيه الارضيه؟ هو الالتزام بالحمالات. نعم الحمالات التزام بها اثناء الجلوس او اثناء الوقوف ما عدا اثناء النوم، نعم تبطئ ارتخاء الثدي وترهل الثدي. مؤخرا بنشوف انه كثير سيدات يعني بيحاولوا يرجعوا للشكل الطبيعي،
ربما السنوات اللي فاتت شفنا صح في إقبال كبير وكثير على مثلا عمليات تكبير الصدر بأحجام مبالغ يمكن فيه. مبالغ فيها نعم. الآن بنشوف إنهم يا إنهم بيستغنوا عن الحشوة تماما نعم. وبيعملوا شد وتصغير أو إنهم بيعملوا حشوات صغيرة. من اللي حدد الحجم الصحيح، الدكتور ولا المريض؟ والله قبل ما أجاوب على السؤال أنا أطالبكم أنتم كمنبر إعلامي أنكم تنصحوا المجتمع لا تنجرفوا وراء المشاهير اللي بس يسووا حاجات أوفر. أنا ما أقدر الآن أذكر أسماء معينة ولكن في مشاهير للأسف جرفوا وشدوا ناس معاهم إلى أحجام غير عقلانية ثم رجعوا الآن للطبيعي. نرجع الآن لإجابة سؤالك. بالفعل حصل فترة أنه كانت فيه انجراف وراء حجم كبير وللأسف حتى بعض الدكاترة كانوا يحبذوا أن هم سووا حجم أكبر من المتعارف عليه عشان يبرزوا كأنهم هم سووا شيء غير جميل. في مقاييس معينة أنا ما أقول هي مقاييس حقت أيمن حلمي لوحده أو مقاييس حقت السعودية لوحدها. في مقاييس معينة مريحة للبصر أن اللي يشوف هذا بصر يشوف يبصر شيء جميل. لذلك دور الدكتور أنه يصر أو يبلور أو يلعب في مخ اللي تبغى حجم غير معقول إنه تقول له لا ترى هذا هو الطبيعي اللي تناسب مع مقاس جسمك. يعني في عندنا مقاييس معينة إحنا من عظمة القص إلى سنتر الحلمة من سنتر الحلمة إلى تحت الثدي وبالإضافة حتى مقاس إطار الحلمة. هذه الأشياء كلها تلعب دور أساسي في تحديد الحجم اللي الدكتور حيختاره للمراجعة مهل المريض المراجعة. أعتقد إذا كان طلبت حجم أكبر من لازم يمكن أقول يسمح لي أن أقول لها مريضة لأنه تكون هي طلبت حاجة غير المطلوب. بعدين الحالات اللي بهذا الشكل الأفضل تجي المراجعة أكثر من مرة إلى أن تستقر أمورها إلى أن تخرج بنتيجة جميلة للنظر إليها. صح. دكتور نبي منك نصائح أخيرة حول عمليات الصدر. أول نصيحة للأسف انتشر كثير الآن حاجة دكاترة ما هم جراحين تجميل ولكنهم جراحين ثدي وبدأوا يسووا عمليات تجميل وهذا ما هو نطاقهم أولا. ثانيا الثدي لازم نعرف أنه في معظم الأحوال كثير من السيدات أساسا عندهم عدم تماثل بين الجهتين وهذا شيء خلقت ربنا لابد نعرف أنه هذا الشيء ممكن نصلحه في معظم الأحوال لكن في أحوال معينة مثلا حاجة اسمها بولند سندروم في عدم تماثل كبير جدا في الثدي اليمين حتى في حجم دائرة الحلمة حتى في العضلة الصدرية يمكن ما تكون موجودة نهائيا. هذه الحالات يستحيل نحن نسويها يمين زي يسار. لازم نقرر أنه الشكل النهائي نبغى يكون متناسق مع الجسم ككل مو بس عبارة عن أن أنتج منطقة جميلة ولكنها غير متناسقة مع الجسم ككل. دكتور أيمن شكرا لتواجدك معنا اليوم يعطيك ألف عافية. شكرا لكم وشكرا على أسئلتكم الجميلة. مشاهدينا بعد الفاصل الفنان عبد العزيز الطيار يطرب استوديو سيدتي. في فقرتنا الطربية راح يكون معنا فنان من عائلة فنية عشق الفن والموسيقى وأصبح مغني وملحن وموزع موسيقي. أكيد راح نتعرف عليه معنا في الاستوديو. نرحب فيك عبد العزيز الطيار فنان وملحن، حياك الله. الله يحييك ويطول بعمرك، أنا سعيد بهالاستضافة جدا من برنامج سيدتي. واحنا اسعد اكيد. اول شيء نبارك لك طبعا صدور البومك ان شاء الله قريبا مع روتانا، كلمنا اكثر عن هذا الالبوم. والله هو انا قاعد الحين اشتغل على فكره مختلفه موسيقيه راح نقدمها بقالب جديد موسيقي يعني بيكون حتى فرق في التوزيع وفي الايقاعات وفي اختيار الآلة. كم اغنيه حضرتوا فيه؟ يعني حضرنا 6 اغاني. جميل. يعني ميني البوم صغير. لك اعمال كثير لكن لما نتكلم على مستوى الالحان ايش هي ابرز الالحان اللي كانت لك او حتى تعاملك مع بعض الفنانين؟ والله انا لحنت يعني الكثير يعني فيه الفنان الشاب فواز الابراهيم تعاملت معه باغنيه لا ما تغير كلمات سلطان العبودي وتعاملت برضه مع الفنان نغمه وتر عمر العمر وان شاء الله في تعاون قادم مع ابو نايف ان شاء الله خالد عبد الرحمن ما شاء الله. وفيه ان شاء الله اسامي ان شاء الله ما اكون نسيت احد بس في مجموعه كبيره ان شاء الله ان بنقدم لها الجديد. ابرز عمل كان من الحانك وانت استمتعت فيه كلمنا عنه عن قصته مثلا. والله ممكن اقول لك اغنيه تسهل الله للاستاذ محمد العثيم رحمه الله عليه.
فكان من أبرز وأقوى الأعمال اللي أنا نزلتها على الساحة. وكذلك يعني في أغنية الوافي، يعني أغاني واجد بس فيها يعني كل أغنية لها جمهور، يعني ترى الألحان كأنها أولاد لك، يعني هذا يكون كذا وهذا يكون له ميزة مستمعين. يعني أنا أحاول أني أخذ أغلب الأجواء في أغلب الأغاني، يعني يسمعها الكبير والصغير. سمعنا أغنية كذا على ذوقك؟ ولا يهمك، أنا بسمعكم شيء للوالد لأنه والله مطلوبة مني. يلا الناس متشوقين. يلا سجد قلبي على رمل الضلوع وهزه التنهيد، وانا في قلبي خيام الندم والخوف منصوبا، يا رب افهقها لك والمنايا والدروب بعيد، مدام المود ماني للتراب تقوده دروبا. سجد قلبي على رمل الضلوع هزه التنهي، وانا في قلبي اخيام الندم والخوف منصوبا، يا رب افهقها لك والمنايا والدروب بعيد، مدام المود ماني للتراب تقوده دروبا. العافية وعطي الشباب العافية، يعطيكم ألف عافية. ودي أسألك يعني كونك تنحدر من عائلة فنية بطبيعة الحال، هل هذا الموضوع اختصر عليك المسافات أو ما زلت تواجه الكثير من التحديات؟ طبعا في عالم الفن في كثير تحديات، بس أكيد أنه قلل علي المسافة هذا لا شك. يعني خلك تتوقع تعرف أنه يعني الخطوات كيف ممكن إيش الشيء ممكن تواجهه؟ طبعا هذا اختصر علي شيء، يعني خصوصا انا متجه للتلحين يعني للتوزيع اكثر مما اني انا فنان، فانا الحن واشجع الشباب واعطيهم الحان واحاول ادعم اي واحد عنده القدره انه يكون فنان. فانا عندي واعوذ بالله من كلمه، انا في ميزه اني لما اشوف الفنان اعرف وش الاختيار، وش اللحن اللي يجي على صوته، وش الشيء اللي يناسب طبقته. فهذه يعني انا اقرا كيمياء الفنان، بعدها اعطيه اللحن اللي يناسب صوته اللي يقدر يؤدي فيه. نبي نسمع أغنية لعبد العزيز. أبشري ولا يهمك. يب.
هذه من كلمات الشاعر المبدع سطام الحرابي، وهي جديدة وبغنيها إن شاء الله الفنان عمر. أنت صاحي لا وربي من صاحي، كيف بعد العمر هذا ما أحب كل شيء يشهد معي حتى جراحي مرض النبليس وسوى سهل عبك. أنت صاحي لا وربي من تصاحي، كيف بعد العمر هذا ما أحب كل شيء يشهد معي حتى جراحي مرض النبليس وسوى سهل عبي. قبل أحبك ما في شيك بحجي ماحي، والهوى له ألف درب غير درب. قبل أحبك ما في شيء كن مكملين معك عبد العزيز، لكن خلينا نطلع فاصل سريع بعد نرجع نكمل. رجعنا لكم مشاهدينا ولازلنا مستمرين مع الفنان عبد العزيز. عبد العزيز الحين نبي نسمع منك أغاني، صوتك صراحة رائع جدا. الله يعطيك العافية. يلا شيء على ذوقك. نسمع الأيام دوارة للشاعر الكبير الأستاذ راشد بن جعيثن. جميل. الشف دوار والأيام دوارة، بس انت حبك يبعدني ويدنيني من لا يعرف الغرام ويعرف أسرارة. ما له وما للمحبة والمحب، أقول للي علينا كثرة أشوارا. أنا على حد بك وأهلا تبكيني، أقول للي علينا كثرة أشوارا.
اصبر وقلبي يقلب على ناره وانا احسب اني مثل ما اغلي الشف دوار والايام دواره بس انت حبك يبعدني العافية. إيش يعني الشف دوارة؟ الشف دوار، الشف اللي هو الحب، يعني واحد يقول لك أنا ما عاد لي شف، ما عاد لي هوى، ما عاد لي قلب، فهو يقول لك يعني هذا يعني الوجع في الحب، يعني وصفه وصف. الشف دوار والأيام دوارة، يعني كله بيدور على المحور واحد. رائع رائع. طبعا يعني بصراحة مستمتعين معك، ما ودنا نسأل كثير، فايش تحب كمان تسمعنا شيء على ذوقك؟ والله احب اسمعكم للشاعر العذب سلطان العبودي. يلا. كويس كذا تدوزها. خليني يا غايب عن نظر عيني يموت الوقت بغيابك وتذبل زهرة سنيني يا ساكن بي ومتلوي يا مالك عقلي وجوي يا أغلى من رأت عيني شف غيابك وش مسوي يا ساكن بي ومتلوي يا مالك عقلي وجوي يا أغلى من رأت عيني شف غيابك وش مسوي من أحلى الفقرات. إن شاء الله بإذن الله نسمع عنك كل جديد. يا رب وياك يا رب. أهلا وسهلا. هلا بك. مشاهدينا بنطلع فاصل سريع من بعد نرجع نكمل. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، وهذه المنطقة رح ناخدكم لمنطقة الأحساء، ومن بين أحضان عبق الماضي انطلقت ليالي سوق القيصرية من قبل أمانة بلدية الأحساء وهيئة تطوير الأحساء، مزيج من ألوان الفنون القديمة. خلينا نتابع المزيد في هذا التقرير. اليوم
اليوم الأحساء تحتفي بسوقها التاريخي والتراثي، هو سوق القيصرية وسط مهرجان ليالي القيصرية الذي الآن كما نشاهد وجود أفواج كبيرة من الزوار من داخل الأحساء ومن أيضا من مملكتنا الغالية ومن دول الخليج أيضا من دول العالم. هذه يعتبر أيقونة تاريخية تتوسط وتتربع العديد من المواقع التاريخية في وسط الهفوف، قصر إبراهيم ومنزل البيعة وأيضا المدرسة الأميرية. اليوم نشهد الفعاليات المصاحبة لهذا المهرجان الذي يمتد طيل فترة الشتاء. هناك المسرح التفاعلي والعروض والفلكلورات الشعبية، هناك المعرض التعريفي إضافة إلى العديد من المعزوفات التي تتربع في مناطق مختلفة من هذا السوق. المهرجان ممتد خلال فترات لمدة شهرين من الآن، وخلال فترة من 5 إلى 11 مساء يتنوع العديد من الفعاليات، منها الفلكلورات الشعبية والمعزوفات الموسيقية ومقهى الخاص بالقهوة السعودية، كذلك إلى المطاعم والمقاهي ومشاهد المتنوعة تتكلم عن يحكي عن تاريخ وعراقة السوق القصرية والحقبة الزمنية اللي مر فيها خلال السنوات الماضية، كذلك إلى معرض يتكلم عن تاريخ القصرية. يشهد المهرجان العديد من الزوار. شيء حلو جداً ومناسب، وإن شاء الله دائماً يعني هذا مهرجان يجمع مو بس أهل الحسا، يجمع دول الخليج كلهم وحتى أجانب جاوا يعني، وذي نبذة عن القيصرية وعن فعالياتها وعن اللي صار فيها. ولمعلوماتك القيصرية كانت 3 دور، مو دور واحد ولا دورين، كان الدور الفوقي في العسس مال اللي في الليل، انهدمت وصارت دورين، انهدمت صارت دور. استقبال جدا ممتاز، التنظيم جدا جميل، تحت المواقف برضه بشكل مناسب، المحلات المفتوحة جدا جميلة، يعني ما شاء الله ايش اقول، يعني كل شيء حاليا اذا اللي شفته الحين كل شيء متكامل ما شاء الله. يعني اللي عجبني شو اسمه البوثات اللي متواجده هنا، وبرضه اللي عجبني الالعاب القديمه اللي كانوا يلعبونها سابقا اهالينا وابائنا الله يحفظهم يا رب. كانت زياره جدا جميله وجدا حلوه صراحه، ونشكر الجهات اللي متعاونه هنا ما قصروا صراحه. وبكذا مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، تقبلوا تحياتي أنا رؤى ريان وفريق برنامج سيدتي، وأكيد نشوفكم بكرة في نفس الموعد. في أمان الله.